بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. زي ما حضراتكم عارفين النهاردة هبدأ الحلقة قبل ما أتكلم عن أي حاجة وإيه اللي بيحصل حوالينا والدنيا ماشية إزاي وبعض الأمور ماشية من هنا وبعض الأمور جاية من هنا، هنتكلم في كل شيء. ولكن أنا بس الأول حابب إن أنا أوجه رسالة للاعيبة النادي الأهلي أو للاعبي النادي الأهلي ولكل عنصر أو لكل عناصر منظومة كرة القدم في النادي الأهلي، رسالة مختصرة جدا. تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي إنجاز تاريخي سيكتبه التاريخ بأحرف من ذهب، إنجاز لم يتحقق من قبل، وهذا الإنجاز يليق بالنادي الأهلي وبجمهور النادي الأهلي. إن شاء الله النادي الأهلي يستطيع أن يحقق هذا الإنجاز. طيب ده أنا بقوله ليه؟ بقوله بمناسبة أن احنا خلاص هنبدأ دور المجموعات أو دور المجموعات بمواجهة الهلال يوم الجمعة القادم إن شاء الله في السودان بعد 48 ساعة. قبل بروح لرسالتي للجمهور عايز أقول لحضراتكم أن أنا خلال الفترات السابقة، وده كلام بيتقال وهو كلام حقيقي، أن النادي الأهلي لم يستطيع أن يهزم نادي الهلال في السودان من فترات طويلة السنة اللي فاتت. أنا آسف أن أنا بأذكر حضراتكم بهذه الأمور، ولكن لأن أنا عارف أن في عدد كبير وشريحة كبيرة من جمهور النادي الأهلي دايما ومن لاعيبة النادي الأهلي بيتفرجوا على هذا البرنامج. السنة اللي فاتت في مثل هذا التوقيت كنا واخدين ثالث العالم أيضا، ورجعنا لعبنا ضد نادي سيمبا التنزاني وخسرنا 1-0. يا عم اسلام انت بتفكرنا بايام، لا انا مش بفكر، هي حقيقه حصلت السنه اللي فاتت، ولكن ايضا السنه دي انا عايز اشد المجموعه كلها. لازم نعرف ان مباراه الهلال هي بدايه جاده جدا لدور المجموعات في دوري الابطال. الهلال فريق، الهلال السوداني فريق قوي، فريق قوي بجمهوره وبملعبه وأشقائنا وإخواتنا وكل حاجة، ولكن أنا كنادي أهلي أنا عايز أكسب. أنا كنادي أهلي جاي من تالت العالم، كل أندية أفريقيا نفسها تكسب تالت العالم. مش هو ده تالت العالم اللي أنتوا اللي كان واخد تالت العالم؟ تعالى بقى أنا عايز أكسبك. فالدوافع بتزيد عند كل الفرق اللي هتلعبها، مريخ، هلال، سان داونز، كل الدوافع هتزيد خلال الفترة اللي جاية. هو ده الفريق اللي كسب الهلال السعودي، هو ده الفريق اللي كسب مونتريه، هو ده الفريق اللي اتغلب من بالميرس 1-0 في الشوط الثاني او 2-0 الشوط الثاني. الناس كلها عايزة تكسب النادي الأهلي خلال هذه الفترة، حقهم، انا لا انكر حق احد، ولكن في نفس الوقت انا عندي مجموعة لاعبين ان شاء الله ربنا يكرمنا عندنا حرب رياضية. حرب رياضية دي احنا دايما كنا بنستعمل هذا المصطلح زمان، ان احنا يا جماعة عايزين نموت نفسنا في الملعب. بالمناسبة قبل ما اروح لرسالتي بقى لجمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي لا يحتاج لرسالة، لا يحتاج الحقيقة، لانه اللي انا شايفه بيحصل من دعم كبير جدا جدا لفريق النادي الاهلي هو ده اللي احنا محتاجينه خلال هذه الفترة.